كانت لي الفرصة من يوم تكرمت ديت شهادة تعليم متوسط وحسن إن شاء الله ثانيك من ديت المرتبة الأولى في المسابقة اللي نظمتها الجمعية مسابقة الموهبة الذهبية. أشكر جمعية كافي اليتيم على هذا التكريم ونشكر كامل أعضاء جمعية كافي اليتيم وربي يحفظهم إن شاء الله. نشكر جمعية كافي اليتيم لولاية البليدة وفرع بني مارد وكم شكرا لكم على هذه المجهودات وإليكم كل التوفيق. تزامنا مع شهر ربيع الأنوار شهر مولده عليه الصلاة والسلام الجمعية كافية اليتيم لولاية البليدة تجدد الموعد مع كافة شرائح المجتمع من أجل الالتفاف أكثر حول الفئة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فئة الأيتام. ها نحن نجدد الدعاء، ها نحن نضرب لكم موعدا للتألق والتميز لكلة من أبناء الجزائر الذين تفوقوا في مجال الدراسة. اليوم كما راكم تشوفوا مع مولد النبوي الشريف مع جمعية كف اليتيم معودتنا بذو الأجواء وهذا واجب علينا، وكما راكم تشوفوا راهو عرس ماشي حفل. الله يبارك رانا بلمزيتنا نفرحوا اليتامى كالعاده وربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه وماشي من اليوم. السلام عليكم، انا اسمي عبد الجليل حسيني من ولايه البليده بلديه بوفريك. اود ان اعبر عن فرحي وسعادتي لحصولي على هذه الشهاده والمركز الخامس شهاده التعليم الابتدائي، وانا فخور جدا لهذا الشيء. المنشطه من قاره اسيا تفضل الى المنصه من قاره اسيا تفضل استاذ من اجل التكريم.